الأستاذ. مرحبا، أنا سعيد لمقابلتك هنا في هذا الأستاذ. مرحبا بك، وماذا تلعب؟ لقد انتهيت من الجري، أحب الركض حول المسار. وأنت؟ عندي تدريب كرة القدم هنا، إنها رياضتي المفضلة. هذا رائع، كرة القدم لعبة ديناميكية جدا. هل عندك أي هوايات أخرى؟ نعم، أنا أحب الرماية وأمارسها دائما في نهاية الأسبوع. يا سلام، الهواية نافعة جدا. وأنت، ما هوايتك؟ هوايتي الرسم، أحب أن أرسم صور المناظر الطبيعية. أين تمارس هوايتك؟ أمارسها في الشاطئ أو النهر. هوايتك رائعة جدا. آسف، أذهب أولا، سيبدأ تدريب كرة القدم الآن. حسناً، فرصة سعيدة. وأنا أسعد بلقائك. مع السلامة. وإلى اللقاء.